ومن واشنطن وعبر سكايب ينضم إلينا الباحث والأكاديمي والدكتور عقيل عباس. دكتور أهلا ومرحبا بك. بداية أبدأ معك من حيث انتهينا في موضوع والدي إيهاب أو والدة إيهاب الوزني واعتصامها اليوم للمطالبة بالكشف عن قاتل ابنها. هذا التطور جاء بعد فشل محاولات بعض القوى السياسية باستجواب قادة الأمن بعد أزمة مصلح طبعا. هل يمكن أن يقود هذا إلى تحول في شكل الاحتجاج؟ لا، شكرا على هذه الاستضافة. أولا يعني أم إيهاب الوزني امرأة شجاعة، أم مفجوعة، وحقيقة سلوكها هذا يعني إصرارها على كشف قاتلي ابنها يعري الدولة العراقية التي عجزت عن أن تتخذ خطوات جدية لكشف القاتل. يعني يبدو نحن وصلنا مرحلة في هذه الدولة أن هوية القاتل هي التي تقرر إذا كانت الدولة ستمضي وتتابع الجرائم. إذا كان القاتل ينتمي إلى جهات سياسية أو محمي سياسيا، حظوظه بالإفلات مما فعل كبيرة. أما إذا كان القاتل إنسانا عاديا، لا، يمسك. يعني الجرائم العادية القتلة يمسكون. نحن بإزاء اغتيال سياسي، هذه جريمة سياسية، الفاعل سياسي، ولذلك يعني يستعين بحمايات الدولة والمؤسسات في شبه الدولة التي نعيشها. هذا التطور حقيقة في أدوات الاحتجاج، أولا عرض إنسانية هذا الاحتجاج. يعني القوى المعادية للاحتجاج شيطنته، يعني حولت المحتجين إلى عملاء، إلى جوكرية، نزعت عنهم إنسانيتهم ووطنيتهم. وأم إيهاب الوزني يعني أصبحت الآن وجه هذا الاحتجاج، وجه إنسانيته، يعني تظهر الضحايا. ونحن في إزاء حكومة أحزابها السياسية الرئيسية في سنوات معارضة لصدام حسين كانت تستمر. دكتور، لو ننتقل إلى موضوع آخر، موضوع الانتخابات، يعني مرشحون استبعدوا ثم عادوا وآخرون خرجوا نهائيا من السباق والمفوضية تغلق الباب بوجوههم، نحن أمام بورصة انتخابية متقلبة. كيف ترى أنت المشهد الانتخابي وما الجديد في انتخابات هذا العام؟ هذه التطورات مقلقة، إشارات مبكرة على استخدام النظام الانتخابي، استخدام السلاح، قوة التهديد من أجل دفع نتيجة هذه الانتخابات باتجاه محدد. حقيقة هذا شكل من أشكال استبعاد المعارضين الحقيقيين، ويبدو أنه المستهدفين الأساسيين من هذا هي قوى تشرين. صعب منافستهم في ساحة انتخابية عادلة يمكن أن يروج الجميع لأفكاره، لذلك يلجأ إلى تهديدات السلاح، الاستبعاد، التخويف، وهذه شكوى دائمة يعني كانت تأتي من قوى تشرين. كل هذا المشهد يعني يشكك مصداقية الانتخابات دوليا ومحليا، وأعتقد يضع الحكومة في موقف محرج، لكنه أيضا يضع هذه إزاء التزاماتها الأساسية. هذه الحكومة استثمرت كثيرا في إجراء انتخابات عادلة ونزيهة وذات مصداقية، وتركت ملفات أخرى بسبب صعوبتها وتعقيدها وركزت على هذا الملف، لذلك حري بها أن تركز كثيرا على هذا الملف وأن تعمل من أجل تأمين انتخابات نزيهة وآمنة فيها فرص حقيقية للتنافس الانتخابي. نعم، أيضا من خلال معلومات رشحت من صالونات حزبية تفيد بأن عددا من المرشحين تعرضوا للتهديد ما دفعهم إلى الانسحاب، هل يصح ربط هذه التطورات بطبيعة قانون الانتخابات وأن هناك محاولة لتصفية الدوائر الانتخابية من التنافس؟ قانون الانتخابات الجديد يعني واحدة من إيجابياته، وأولا حول الانتخابات إلى شأن محلي، وأيضا حدد عددا يعني منطقيا عقلانيا قلل من عدد المتنافسين، وهذا أمر جيد. يعني يبدو أن القوى القلقة من هذه الانتخابات يعني تستخدم أدوات الترهيب من أجل استبعاد المرشحين في الدوائر التي لديها فيها مرشحون، هي تريد أن تستبعد المنافسة. طبعا تم استخدام القانون بشكل مشوه عندما قيل في وقت ما أنه لا يحق للمرشح أن ينسحب في أي انتخابات ديمقراطية عادلة ونزيهة، يعني تستوفى فيها شروط القانونية من حق المرشح
أن ينسحب في أي مرحلة من مراحل الانتخابات، طبعا باستثناء الأيام القليلة الأخيرة يعني نعم في بعض السياقات. وهذه يعني هذا موقف سياسي، من حق الذي ينسحب أن يعلن أن يكون انسحابه موقفا سياسيا. يعني هناك محاولات من أجل سلب هذا الحق السياسي من المرشحين، من المعارضين نعم السياسيين، لكن الإشكالية الأكبر هي حقيقة استخدام الترهيب لإقصاء المتنافسين من هذا السباق نعم الانتخابي. الباحث والأكاديمي الدكتور عقيل عباس، كنت معنا من واشنطن عبر سكايب، شكرا جزيلا.